Revue de presse. باش نحكيو على أول أخبار. عدد الإضرابات في القطاعين العام والخاص بالمؤسسات العمومية ذات صبغة صناعية وذات صبغة تجارية خلال 9 شهور الأولين هذوما من سنة 2015 سجل تراجع نسبي بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014. هذا وفق ما أوردته تقرير عن الوضع الاجتماعي في تونس صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وانخفض بحسب نفس التقرير نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عدد المؤسسات المعنية بالإضرابات هذه البالغ عددها 209 مؤسسة بنسبة 38%. دونك إن شاء الله الخدمة تكثر في تونس وإن شاء الله الناس تكون مسؤولة أكثر ونقص شوي من إضرابات وطلبات نحاولوا نقدموا ببلادنا، نحاولوا إن نحطوها على بر الأمان، نحطوها على قندرة صحيحة، سكة صحيحة، ومن بعد كل حد إن شاء الله يكون عنده حق في أي قطاع مهما كان عام أو خاص بالمؤسسات العمومية اللي عندها صبغة صناعية وتجارية والخاص ينجموا إنهم يأخذوا كل الحقوق متاعهم. نواصلوا نحكيه شوية على مشروع قانون مالية لسنة 2016 اللي يقترح إلغاء معلوم المغادرة اللي هو البالغ 30 دينار باش يعوضوه معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بقيمة 20 دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بعنوان كل مسافر يدخل لتونس. باش نحكيه زادة شوية في القطاع متاع الصحة تحت شعار دور المربي في بث ثقافة التبرع بالأعضاء، تنظمت البارح نهار السبت 17 أكتوبر بمقال كلية الطب بتونس فعالية الاحتفال باليوم الوطني للتحسيس بالتبرع بالأعضاء بإشراف السيد سعيد العايدي وزير الصحة. وكان أكد وزير على الصحة على الدور الموكل للمجتمع المدني والمربين في نشر ثقافة التبرع بالأعضاء على أوسع نطاق ممكن، مذكر بالخطة التنفيذية الجديدة اللي وقع إقرارها واللي تتضمن إحداث وحدات فنية بالهيكل الصحية تعهد لها تحت إشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. مهمة التنسيق فيما بينها في مجال أخذ الأعضاء وزرعها وهي خطة نموذجية مثل النظام الملائم المزيد تقنيين أو المزيد تقنين عمليات أخذ الأعضاء بالمؤسسات الاستشفائية وإكسابه المهنية والحرفية الكفيلة بدوام النشاط هذية، وبتجاوز عديد الصعوبات اللي تعرق القطاع وتحول دون تلبية حاجيات المرضى المسجلين على قائمات الانتظار. هذه بادرة حلوة من وزارة الصحة، وإن شاء الله الفعاليات هذه الاحتفال باليوم الوطني للتحسيس بالتبرع يكون لقي معناها نجاح كبير ندخلوا الثقافة هذه ندخلوا الثقافة هذه في المجتمع متاعنا، خاصة إنه الدور هذا بالحق هو دور أساسي بالنسبة للمجتمع المدني وبالنسبة حتى للمربين داخل المؤسسات التربوية باش إنهم ينشروا الثقافة هذه متاع تبرع الأعضاء على أوسع نطاق ممكن. هذا كل معنا ليكم بالنسبة اليوم في 3 مجالات من غوفي دو بريس.